استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير السيد عبد الله بن أحمد الكعبي مدير قطاع الحياة البرية بمفازة الصيد، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب وادي علي الطبيعة الصحراوية. وقد أعرب جلالته أيده الله عن شكره للسيد عبد الله الكعبي على هذا الإهداء وعلى الجهد الطيب الذي بذله في إعداده وإنجازه، ونوه جلالة الملك المعظم بالمحتوى القيم لمثل هذه الإصدارات التي تشكل إضافة جديدة للمكتبة الوطنية ومرجعا هاما للباحثين والمهتمين بالحياة الفطرية والطبيعة الصحراوية، متمنيا جلالته له دوام التوفيق والسداد. ومن جانبه رفع السيد عبد الله بن أحمد الكعبي أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على دعم وتشجيع جلالته ومتابعته لإصدار هذا المؤلف، والذي يأتي في إطار حرص جلالته على الاهتمام بالثروة البيئية الوطنية والمحافظة عليها، سائلا المولى تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديم عليه نعمة الصحة وموفور العافية والعمر المديد.